عشان تفهم اي بلد صح لازم تدخل الاسواق الشعبيه بتاعتها تتمشى وتشوف بياكلوا ايه بيبيعوا ايه. هتدوكم بافرق عارفين اللحم اللي ورايا ده لحم ايه؟ تعالوا معايا. ده يا جماعه لحم الخيل هنا بيتباع في اي حته كده اسواق شعبيه زي ما انتم شايفين. هنعمل جوله النهارده في الاسواق الشعبيه في المدينه، هتشوفوا حاجات غريبه جدا عمركم ما شفتوها في حياتكم. بتعمل ايه دي يا ابراهيم؟ هذا القزح اللي هو الصوصج الكزخي بلحم الخيل. صوصج كزخي؟ دي امعاء دي صح؟ ايوه دي امعاء الخيل. الخيل وبيحطوا جوه الامعاء لحم. ايوه لحم الخيل مع الدهن كمان. مع الدهن ومع ملح ده ولا ايه؟ ملح فلفل اسود وثوم غالبا هذه التتبيله. يبقى زي النهائية. يبقى زي ده؟ ايوه. وده يتقطع كده قطع ويتطبخ ولا يتعمل ازاي؟ هذا يغلوه في المويه، يغلوه بساعات طويله طبعا، شرائح تكون شرائح دايره كده وبيقدموه. هذه من الاكلات المشهوره زي ما تقول نقنقه هذه. هاتي قوم يصطفوا. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده فنوف كازاخستان. في كازاخستان في ميسلي. ومعايا يا جماعه الفيديو النهارده ابراهيم. أهلا كازاخستان. اسخات ابراهيم واسخات يا جماعه هيكونوا معايا في كل الفيديوهات اللي جايه باذن واحد احد. هنلف في كازاخستان والماتي كلها حته حته. في اهو يا جماعه بالشكل ده بيبقوا قاعدين كده على حته عاليه وانت تدخل تنقي اللي انت عايزه. طبعا اقسام اقسام. السلام عليكم. السلام عليكم. هنا هنجرب قطعه. عارفين اللحم المجفف ونظام اللانشون والحاجات دي؟ ده كله خيل يا جماعه، متخيلين الخيل داخل عندهم هنا في كل حاجه حرفيا. فهنجرب قطعه من اللحم الخيل. ده لحم ني ده ولا يا معلم؟ لا هذا مو ني. امال ايه ده؟ هذا القز اللي وريناه قبل شويه. هذا هو القز. القز؟ الصوصج اللي كانوا بيجهزوه بس. هذا المطبوخ. مطبوخ يعني؟ هذا تقدر تجرب. بسم الله نجرب لحم الخيل يا جماعه. بسم الله. لذيذ جدا والله. شكرا. رحمت. اول ما ابدا القزه ما اقدر اوقف نفسي انا. لا توقف. ما اقدر. بيقطعونا ابراهيم. هذه البسطرمه. ابراهيم كازاخستاني يا جماعه ولكن هو مواليد السعوديه وعايش هنا في الماطي وعنده شركه سياحه فمعايا يعني الفتره دي هيظبط معايا الدنيا. ده ايه بقى ابراهيم؟ بسطرمه بلحم الخيل. بسطرمه بلحم الخيل. الخيل. دي يا جماعه بسطرمه بلحم الخيل. بسم الله. جميلة. رحمت. رحمت عندهم يعني شكرا بالكازاخستاني لو تقولها الناس تحبك قوي. رحمت. الله يسر معاك. بصوا يا جماعة برضو السوق في أقسام زي كده للفواكه. ده شكل الفاكهة عندهم ما شاء الله. مانجاه ما شاء الله. دي الفواكه عندهم بالشكل ده. وعندهم برضو مشهور قوي موضوع المكسرات. المكسرات هنا ممتازة ممتازة ممتازة. وفواكه مجففة. شايفين؟ ده يا جماعه سكر عندهم بيتعمل بالطريقه دي. عامل سكر النبات ده ولا ايه؟ اسمه نبات. رحمت. 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 رحمت بالكزبره. رحمت بالوزبره. خد يا ابراهيم. خد يا اسخات. المفروض ان اللي بره دي قشره بحسبها شوكولاته. دي قشره بحسبها شوكولاته. بس هي نكهه شوكولاته صح؟ جامد قوي. ايه ده؟ جوز ماكادامي. سكوكا ستويت يا جو. 7000 جنيه. 7000 جنيه. 7000 جنيه للكيلو يا جماعه. 7000 يعني عندك نقول 18 16 18 17 دولار تقريبا. دي في جيبوتي. يا بيبيعوا برضه هنا الشاي، شاي الزهور والشاي الاعشاب المجففه بالشكل ده. وعندنا برضه هنا التوابل الجميله زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. دي من الحاجات المشهوره جدا ومميزه جدا هنا في كازاخستان اسمه كورت بلهجتهم او بلغتهم. الكورت ده يعني حاجة كده شبه الجميد الأردني تقريبا، يعني لبن مجفف مع شوية حاجات كده بيجففوه ويعملوه بالشكل ده. هذا مزيت شوية. ده مزيت. ده مزيت يعني. مزيت دايما يكون كده. والله؟ في ناس يحبوا الجاف وفي ناس يحبوا المزيت. هو ناشف. بصوا يا جماعة ناشف. هي ضغط عليه دلوقتي جامد. بسم الله. ما عجبنيش صراحة. ما بيتبلعش ناشف كده. هناك بناكل جبنه تقيله 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 تقيله. حاسسك انت عطشان او ريقك نشف مره واحده. في السوق يا جماعه زي مطاعم صغيره جدا بالشكل ده
تدخل تاخد لك واحده سمسه ولا تاخد لك اي حاجه تاكلها. انا عن نفسي عندي منهج كده معين بسفريات. السلام عليكم. عندي منهج معين بسفرياتي الا هو الاسواق الشعبيه. من الحاجات الاساسيه اللي لازم ازورها ليه بريبيات. الناس هنا بتبقى فكه وناس شعبيه وناس لوكال. تخيل نفسك كده دخلت سوق شعبي في مصر، تلاقي الناس بقى اللطيفه اللي مش متصنعه، الناس بتتكلم بتهزر بتضحك. شكل الاكل عندهم يا جماعه يعني النعمه جميله الحمد لله. شكل الاكل يعني مختلف، مش هقول غريب عشان ما يبقاش حد يفهم الكلام غلط. شكله يعني مثلا دي الاكل، ده الاكل. عرفت انتوا كام نوع من انواع المعروضه قدامكم دي دلوقتي؟ يعني ايه ده مثلا؟ ايه ده؟ رمشك. شو ده كويس؟ رمشك ده سلاكي تورا ديليكاتيسكروي ملكا. دي من الحلويات التقليديه او الحلويات الشعبيه هنا في كازاخستان، بيتعمل من لبن البقر ومسكر شويه. نقول بسم الله. بسم الله. بسم الله. جميل عامل زي جبنه قريش ولكن مسكره شويه مكرمله كده سنه. بوتك خرشاه. لا خرشاه. ايه ده كده كويس؟ سميتانا توش كروي ملكا. سميتانا. كايماك بالكازاخستاني، سميتانا بالروسي، قشطه بالعربي. طبعا شغلها طبيعي 100% ده. دي بقى جامده. قشطه يا قشطه والله. قشطه يا قشطه. One important thing. إبراهيم مبسوط قوي. أكيد. One important thing about سميتانا، it's very good. It has a very good affection to the men's health. لا القشطة بتاعتهم جامدة أوي بصراحة، عجبتني. عايزين نجيب قشطة من دي يا إبراهيم. نعم. نبقى نجيب لنا شوية قشطة وإحنا ماشيين. أكيد أكيد لازم. بسم الله. القشطة بتاعتهم جامدة أوي 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 أوي. بقربسكي قشطة. قشطة. هذا الحلو، هذا المول حلو، هذا المر. أنا نفس الحلو إحنا كنا من شوية، لكن ده المر بتاعه. بسم الله. قول يا ابراهيم عشان انا بحبك، بس مش عشان ما عجبتنيش يعني ولا اي حاجه. والله بالعكس حلوه. والله انت بتاكل اي حاجه الله يخلي عنك. انت هنا حرفيا بتجرب اي حاجه قبل ما تشتريها، حتى اللبن. يعني عايز تشتري لبن حطيته كوبايه او شويه يجرب. خمس شباط از ذا كاميرا. بنجرب لبن الجمل هنا في كازاخستان. بسم الله. اوبا كانه لبن رايب. حاد مر كده فاهم، رايب رايب صور يعني. بسم الله. يا الله لبن الجمل اذا ما عجبك انت لبن الحصان عاد ما تقدر تشرب. عجبني الدين حصان. يجرب لبن الحصان يا جماعه. بسم الله. بسم الله. يا الله. اوه جماعه ايه ده؟ بتضحك عليا ازاي؟ حاجه عليا. بص يا جماعه لبن حصان مركز قوي وتحسه كده ايه مخمر مخمر، يعني تحس نفسك بتشرب حاجه مخمره. اقول لك زي الحرمه دي بتضحك عليك بتقول لا يروح يسكر. بطل. ده لبن الجمل يا جماعه او جمل الناقه. لبن الجمل ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. جمل الناقه يا ابراهيم. انت بوظت لي اللغه العربيه يا ابراهيم. بتقول لي لبن الجمل، خليتني اعمل اقول لك لبن الجمل. لبن الجمل. لبن الناقه يا جماعه. وده لبن الخيل. بصوا تحسه خفيف تمام، ولكن ايه يعني تحت السواهي دواهي جامد قوي. زبده ضاني يا جماعه. بصوا زبده زبده ضاني. انا طبعا اكيد انتوا لاحظتوا الاكل عندهم هنا شويه كده ايه دسم شويه. تقول لي لازم تجرب الزبده. انا حاسس ان انا هيغمى عليا من الحاجات اللي جربتها دي. بسم الله. كلسع كده فاهمين دوني كده. ده شيب. They take the stomach, put inside the milk, and mix it with the beef and the sheep fat, and make butter. طلعنا يا جماعة من السوق ده كده، دخلنا بقى المنطقة دي عشان نعدي ونوصل للجزء التاني من السوق برضو اللي فيه الأكل والشرب، ولكن في النص في إيه جزء كده هادي للهدوم، حريمي ورجالي وأطفالي والدنيا جميلة يعني. شايفين؟ ده الجزء التاني من السوق يا جماعة. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
والله يا جماعه الاسعار في كازاخستان تعتبر رخيصه يعني. عندهم الدولار الواحد ب 444 تنجه 3000 يعني مثلا 7 دولار 3000 3500 6000 ده 6000 يعني مثلا 15 دولار تقريبا او 14 دولار. شايفين الاسعار يعني معقوله معقوله جدا جدا. بصوا بقى يا جماعه السمك هنا بيتباع ازاي. دي محلات السمك. ده السمك المتجمد وده السمك الطازه بيتباع بالشكل ده. ده عايز سمك طازه يطلعه لك من الحوض ويبيعه لك. وده المجمد. وده حوالين السوق اللي احنا كنا فيه. هلف لكم تاني السوق اكلمكم عنه من بره لان ليه حكايه وروايه برده هحكيها لكم. ولكن ده بصوا هنا بقى الاحذيه محلات صغيره بيع اكل وشرب وحاجات بسيطه هدوم زي ما انتم شايفين كده. دي اجواء الاسواق الشعبيه هنا. والحاجات الغريبه في الاسواق الشعبيه ان رصتها وشكلها في كل البلاد تقريبا سبحان الله العظيم شبه بعض. الطاقيه التقليديه بتاعتهم هنا. فخلينا ندخل نشوف لنا الطاقيه كده نجربها. تركويه؟ اه ريلي معموله من ثعلب حقيقيه. ايه رايكم؟ دي بتاعت الشتاء. انا دلوقتي لابستها حران. And also in the Kazakh we always give the this dress for the guest. اللهم صل على النبي. سبحان الله كانك كازاخي انت. والله. ما كنت اصلك كازاخي. صحيح. ما شاء الله تبارك الله. ايه رايكم؟ احلى تزاوزن احلى تزاوزن على عيونك. احلى السلام عليكم. مشترينا يا جماعه الطاقيه الجميله دي نكمل بيها الاجواء الكازاخستانيه على اصولها. ابراهيم دلوقتي يا جماعه قول لي هنجرب حاجه اسمها كوجي. ايه هو الكوجي ده ابراهيم؟ كوجي هذا لبن يكون فيه له الشعير والذره. دي الكوجا الكازاخستانيه عباره عن بليله يا جماعه. هو لبن وفي شعير من جوه فتشرب اللبن وتاكل الشعير. بسم الله. هو بليله طعم بليله بس بليله عندنا مسكره. ده مش مسكر عكس مسكر. ايه حلو؟ انت ما شاء الله عليك يا ابراهيم والله. ريفريشنج. احلى كوشه. خلصنا شربنا ندخل بقى على الشعير او القمح اللي جوه انا مش عارف ايه ده. المهم بليله. كان بس اتقاء للشبهات. دي قد تبدو بيره لكن دي مش بيره ده كفاس. بسم الله. اعشق الكباس. I really love it. I really love it. حلوه. احب الكباس جدا جدا جدا. كنت بشربه كتير قوي في روسيا وكل الدول اللي هي الاتحاد السوفيتي قديم عندهم الكباس لحد النهارده. ولكن صراحه انا جربته في جورجيا وفي ارمينيا وفي روسيا. يمكن كازاخستان من احسن الكباس اللي جربته يعني زي روسيا تقريبا بالظبط. معلومات سريعه كده مهمه عن السوق اللي ورايا ده انه مش مجرد سوق. السوق ده اتبنى عام 1868 بنوه الروس الاوائل جدا اللي جم عملوا المدينه دي. بنوا المدينه وبعدها بسنه واحده. اسم السوق يا جماعه زيلوني بازار يعني السوق الاخضر. وايام الحرب العالميه الثانيه كل الدول اللي كانت عايشه في ظل الاتحاد السوفيتي ما كانش فيها اي تجاره حره اطلاقا لان كل الشعب او كل الناس كانوا شغالين في المصانع الحكوميه لانتاج وتصنيع الاسلحه وهكذا. ولكن السوق ده من الاسواق القليله جدا 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 اللي كان فيه تجاره حره حتى في وقت الحرب العالميه الثانيه. كان ممكن تيجي هنا بفلوسك تشتري اللي انت عايزه والبضائع كانت موجوده لكن كان سعرها غالي جدا جدا جدا. اديله وحش. راجل راجل عمال يضربه في بعضك عارف ليه؟ يا جدع عيب عليك يا جدع صاحبك يا جدع كسر له دراعه. داير الصحوبيه داير الصحوبيه. دي حلوه. كازاخستان ولا اوزباكستان؟ يس اكشلي اوزباكستان. الراجل ده اوزباكستاني شغال هنا في السوق. اكشلي وات؟ اتس ان جنرال سنترال ايجيان ديش. سنترال ايجيان. وي جات ديفرنت ستايلز. كازاخستان من اسيا الوسطى. كازاخستان عندهم ستايل منها واوزباكستان عنده ستايل منها. ذاتس از وات؟ اوزباكستان. اوزباكستان. المهم دي حلوه. هم كلهم في بعض يا جماعه. الجماعه بتوع اسيا الوسطى دول شبه بعض قوي يعني. ولكن نجرب بسم الله. ما خوفا ليه عندنا بالعربي حلوه يعني. هم واخدين كلمات عربيه كتير جدا على فكره. حلو قوي. عامل زي حلاوه الموسم كده بتاعتنا. تركيا كل سيم. سيم سيم. باحمد. تركيا اذربيجان اوزبكستان كازاخستان كيرغيزستان سيم سيم. برادر برادر. برادر. All Muslims brother. Yeah, Muslim. Only Muslim. الحمد لله. الحمد لله. المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. Yes. الله يفتح عليك.
يلا حبيبي. شكرا حبيبي. شكرا شكرا حبيبي. رحمت. ممتاز؟ ممتاز. اي خير. يلا بتوكلنا على الله. نخرج برا السوق يا جماعة. خلصنا كده يا جماعة البازار الشعبي اللي ورانا وسوق الشعب وشفنا اجواء السوق الشعبي هنا. شكرا ابراهيم على الجولة الجميلة دي. حبيبي. اسخات ثانك يو فور ذس. يا مصري ويلكم. انتريستنج تور ثانك يو. يا مصري ويلكم. دلوقتي رايحين على حديقة. لقوا كده في الشارع يا جماعة بصوا. شارع عادي جدا تلاقي بقى ناس كارشة بتبيع بطيخ بتبيع اناناس بتبيع الحاجات دي كده في الشوارع. ناس هنا بسيطة جدا يعني وناس بسيطة وناس جميلة بجد. بصوا هنا بتبيع شرابات وجنبها الحلوة بتاعتهم اللي اسمها كورتري. يعني كله في بعضه كده بالحب. مدينة ألماط يا جماعة زي ما قلت لكم هي أصل سياحة في كازاخستان. يعني ناس تقول لك أنا رايح كازاخستان البلاد اللي بتنزل تشوفوها مثلا الخيل اللي بيجري والطبيعة والأنهار والبحيرات والكلام ده كله مكتوب تحتها كازاخستان. هي في مكان واحد اللي هو ألماطي وما حقول ألماطي يعني ألماطي هي أصل السياحة وهي الوجهة السياحية الأولى في كازاخستان. لسه دلوقتي واصلين لسه أول فيديو في ألماطي وبنقول يا هادي ونقول بسم الله. هنغطي أجواء المدينة الأول وبعد ما نخلص المدينة نطلع بقى للشغل اللي بره اللي بجد حوالين ألماطي الطبيعة والجبال والغابات والبحيرات والأنهار والهايكنج والتخييم وكل الشغل اللي أنتوا بتحبوه ده هتستمتعوا جدا 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 في الفيديوهات اللي جاية. جو نار يا جماعة في البلد دي نار نار نار. بس تابعوا سلسلة الفيديوهات كلها عشان لازم تتفرجوا على كل حاجة. اوعوا تفوتوا أي فيديو من الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. دي واحدة يا جماعة من الحدائق المهمة هنا في المدينة. طبعا مش هكلمكم على الحدائق النهاردة. ليه؟ لأن بكرة بإذن الله هعمل لكم لفة على المدينة كلها ونغطي مدينة ألماطي. أماكن مميزة، الحدائق المميزة، الشوارع المميزة وهكذا. احنا بس جينا الحديقة دلوقتي كده نهرب من الحر شوية وبعد كده هنكمل جولة نتمشى في المدينة عشان أحضر لكم المحتوى اللي عايز يتصور بكرة بإذن الله عشان آخد فكرة عن الأماكن المهمة. ومن هنا خلينا ننهي الفيديو بتاع النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو بتاع بكرة. ما تنسوش بقى التعليق الجميل كده وتقولي لي رأيكم في الفيديو إيه أكتر حاجة عجبتكم إيه أكتر حاجة غريبة شفتوها وكمان عايزين لايك جميل. ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لعشرين ألف لايك. أشوفكم بكرة. يلا إبراهيم ومع السلامة. باي باي. السلامة. مع السلامة.